وقلت لك أنك لن تستطيع أن تثبت وجود مكة في عصر داود، أثبتها أصلا بعد الميلاد لكي تستطيع أن تثبتها قبل الميلاد، في القرن الثالث بعد الميلاد حاول تثبتها. مكة لا وجود لها، لم تكن موجودة أصلا في عصر داود، وإلا كان داود مفروض يحج لها. شكرا أخ رشيد. دكتور منقذ مع حضرتك 6 دقائق. طيب الأستاذ رشيد يسأل يقول هل ذكرت مكة في القرن الرابع قبل القرن الرابع الميلادي؟ لا، الحقيقة يا أستاذ معلوماتك بدها مراجعة بشكل كبير كبير كثير كثير. أولا ذكرت في كتابك المقدس، إذا كان هذا السفر سفر التكوين من كتابة موسى عليه السلام فمعنى ذلك أن موسى ذكر مكة في القرن الـ14 قبل الميلاد. اقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس، هذه نسخة نيوكاسل 1811، يقول عن بني قحطان في سفر التكوين كان مسكنهم من مكة، الطبعات الجديدة تقول من ميشا، لا تغرك هذه الطبعات، من مكة إلى أن تجيء إلى المدينة. هذه سعاد يجاؤون الذي أفهمنا الغامض من التوراة يقول كان مسكنهم، هذه نسخة توراتية يا أخواننا، نسخة توراتية بحروف عبرية، ترجمة عربية لكن بحروف عبرية، تقول كان مسكنهم من مكة. إذا كان كاتب هذه التوراة هو موسى عليه السلام فمعناته موسى كتب قبل 14 قرن، مش بالقرن الرابع الميلادي يا أستاذ، 14 قبل الميلاد. جاءون سعادية حبر من أحبار الكبار عند اليهود يقول في سفر التكوين، هذه نسخة من التوراة، لذلك سألتك في أول سؤال أي نسخة من نسخ التوراة تعتمدها وإنت ما رضيت تجاوب، يقول كان مسكنه من مكة، اسم مكة في التراجم الحديثة اللي عندك يكتبون مسا أحيانا يكتبون مشى أحيانا ميشا، كل واحد يكتب على كيفه. طيب أنت تسأل تقول مين ذكر قبل، طيب ديورد الصقلي في عام 30 ميلادي توفي هذا الرجل، يقول في كتابه خزانة التاريخ وهو يتحدث عن العرب يقول يحصلون على طعامهم بصيد الحيوانات، ويوجد هناك أيضا معبد وهو مقدس ومبجل للغاية من العرب جميعهم. هذا وين؟ هذا وين القرن الرابع يا أستاذ؟ هذه خريطة بطليموس في عام 170 ميلادي توفي الرجل، تتحدث عن مكرابة. مكرابة وين مكرابة هذه؟ انظر إلى مكرابة، هذه مكرابة مكة المكرمة، وهذه لاثريب يعني يثرب، وهذه فيماء اللي هي تيماء، فهذه مكة في مكرابة في عند بطليموس. القصة تشارلز فورستر يقول مكرابة بطليموس هي مكة. البروفيسور إيان موريس يقول هناك إجماع في الأوساط العلمية أن مكة هي مكرابة، هي مكرابة. وهذا كمان كاهن كاثوليكي يقول مكرابة التي هي مكة إلى آخره. شكرا جزيلا دكتور منقذ. سأنتقل إلى الأخ رشيد، ومع حضرتك فقط دقيقتين، ده الوقت المتبقي، ثم للدكتور منقذ 2 دقائق تاني. تفضل. للرد على مسألة مكة، مكرابة مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات. أيضا مكة الترجمات التي أتيت بها هي ترجمات وليست الأصل، فإذا ما تحتجش بالترجمة، لأنه ممكن الواحد يحتج بمكان ويسميه بما يسمى في ذلك العصر، مش أنه في الأصل هكذا مكة. طيب جناب الأستاذ رشيد بداية يقول مكرابة ليست هي مكة، طيب إذا العلماء كلهم قالوا هذا الكلام ما فائدة كلامك وما أهمية قوله؟ الأستاذ يقول بأنه يريد، يقول بأني أنا قلت بأن المسيح عليه الصلاة والسلام